رجعنا لكم مشاهدينا هلا بفقرتنا من هون بلشنا. اليوم معنا ضيف كتير صغير بالعمر، هالضيف مصور فوتوغرافي حائز على المركز الاول والثاني في التصوير الفوتوغرافي تحديدا في الخدع البصريه. معنا اليوم ضيفنا مجدي القضاء. اهلا وسهلا فيك مجدي. اهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله كيفك. احكي لنا. تمام نشكر الله. احكي لنا يا مصورنا العظيم، مين اول شيء هذا المصور الصغير اللي على المسرح؟ الصوره هون انا. هاد انت؟ بس المصغر منك. هذا رسمني صديقي توفيق الضاوي. اها طيب يلا كثير حلو. احكي لنا مجدي بالنسبه لخبرتك بالتصوير، كيف بلشت تصور؟ كيف بلشت اصور؟ بدايه كانت في عام 2010. ما كنت بمشترك ببرنامج موروث ثقافي بين الاردن ولبنان، كانت بدايتنا معهم، علمونا كيف نمسك كاميرا، وبعديها بلشت ادرب حالي لحالي عن طريق جوجل وقرات دروس على جوجل وعلى اليوتيوب لغايه ما وصلنا للدرجه هاي. طب انت كيف حسيت انه انا عندي موهبه التصوير؟ يعني اول مره مسكت كاميرا وقلت انا والله بعرف اصور، يعني ياما مسكت كاميرات صراحه بس ولا مره طلعت معي صوره ظابطه. بلشنا كاميرا موبايل، تعلمنا التصوير، بعدين صرت اقرا دروس اكثر، كيف نقسم الصوره، كيف نلعب الاضاءه، جبنا كاميرا ديجيتال عاديه، تدربنا عليها لغايه ما الله رزقنا وقدرنا نجيب كاميرا احترافيه. الكاميرا الاحترافيه كاميرتي عباره عن من نيكون كروب فريم، العدسه اللي بستخدمها عدسه 11-16، هي من افضل العدسات بالعالم في تصوير الطبيعه. انا تخصصت الحمد لله في تصوير طبيعه، ليش طبيعه؟ لاني بجسد عظمه الخالق في صوره. كثير حلو، بس مش صعب تصوير الطبيعه؟ يعني لسه تصوير الشخوص او الاماكن بنحكي بشكل عام شوي ابسط، بس تصوير الطبيعه، ولاحظت انك بتصور نجوم اكثر من مره، تبعت انه والله مجدي من الناس اللي بيصور نجوم، ومره شفت له شيء بيصور درب التبانه. انا اول مره بسمع عن درب التبانه. انا بعرف درب التبانه اخذناها بالعلوم، اكثر من هيك ما بعرف. صف التاسع. غير هيك لا. احكي لنا كيف، احكي لنا عن خبرتك تصوير النجوم. طيب اول شيء قبل خبره النجوم حكينا انه بلش تصوير تصوير طبيعي. ليش اخترته؟ زي ما حكينا بنجسد عظمه الخالق. تصوير طبيعي بلشت فيه تقريبا من سنتين. ليش صعب تصوير طبيعة؟ في معك أوقات معينة تصوير طبيعة، أفضل أوقات هي وقت الفجر ووقت الغروب، هاي أفضل أوقات من ناحية إضاءة. حكيت عن تصوير النجوم، تصوير النجوم من أصعب أنواع التصوير لأنه تحتاج الوقت المناسب، بدك يوم ما فيش فيه قمر، بدك تبعد عن ضوضاء المدينة تقريبا ساعة، بنطلع الصحراء، فينا صور رح تنعرض كمان شوي لبعض مغامراتنا في الصحراء، لما نطلع الصحراء بنطلع مناطق فيش فيها هوانة الضوء. تتبين مع المجرة، المجرة بشوف بعيننا إذا بعدنا عن الإضاءة، إذا رح يعرض صورة هسه. يا ريت تعرضوا لنا صور للصحراء، نشوف كيف كانوا يصوروا النجوم وقت الصحراء. هي إحدى الصور، هاي الصورة طلعنا على أو شيء لها قصة. احكي لنا قصتها. قصتها، كنا طالعين على صحراء، فكنت طالع أنا ومعي 10 مصورين، فاتفقنا نطلع على منطقة قصر عمرة. طبعا منطقة ليل ومش شايفين إشي، فمعنا بس على الجي بي إس. فماشيين على الجي بي اس احنا تقريبا 10 مصورين وماشيين ماشيين بالصحراء، اكتشفنا انه الجي بي اس خطا. فبعدنا مشينا تقريبا نص ساعه لساعه بالصحراء، اجى معناش غير ضوء الليزر، فبننظر على السماء. فاجانا واحد قلنا رايحين قلنا قصر عمرة، قال قصر عمرة مش ما طريقه. طبعا المنطقه ليل مش باين شيء ولا اي نقطه ضوء. فاضطرينا نمشي. هي هذا ضوء الليزر اللي استخدمته. هذا الضوء اللي بنستخدمه. فظلينا ماشيين، اجى رجعونا فقال حكى في بحيره بالصحراء. فدلنا عليها وطلعنا عليها ومنها اكسبنا كم صوره. بس قديش صعب انك تطلع منظر النجوم بهالطريقه الواضحه زي ما هلا شفنا بالصوره، يعني مبين كل نجمه وين موقعها، بس هذا الشيء مع انه بالليل لو بدنا نشوفه بالعين المجرده ما بيكون كثير واضح. هذا بتقدر تشوفيه اذا بتطلع على منطقه في شويه ضوضاء مدينه، بتشوف السماء هيك، بتشوف نهر المجره، كلها بتكون باينه بالعين المجرده. فهي اسهل انواع التصوير من ناحيه رؤيه. هاي الصوره شايف مجره درب التبانه زي ما شايفين. المجرة هي الخط من اللي كثير طويل. ايوه اللي كثير طويل اللي عليه تقريبا نقول خط الليزر الاخضر الموجود. الليزر عيني عليه، هي احنا والعشر مصورين بعد ما اكتشفنا البحيرة قاعدين بنصور، تصويره سهل جدا. ما بيحتاج كثير اضاءة، ما بيحتاج معدات معينة. بيحتاج انك بدك ترفع حساسية الضوء. بترفع حساسية الاضاءة، بتوسع الفتحة وبتشتغل على شطر بطيء. طبعا كل ما كانت الكاميرا معك افضل كل ما كانت حصلت على صورة افضل. طب احكي لنا مجدي عن مسيرتك، انا بعرف انك انت لسه طالب جامعة. لسه طالب جامعة، قديش صعب عليك انك تكون لسه بتدرس وطالب جامعة وما هيك عم بتمارس هالهواية، ويعني ما شاء الله عليك عم بتحوز على كثير جوائز. احكي لنا عن تجربتك. انا بدرس فنون جميلة في الأردنية سنة ثالثة. بحاول انظم وقتي بين التصوير والدراسه، طبعا مش ضابط للاسف. اكيد مش ضابط. مش عايز تضبط كل حياتي على التصوير، فنحاول قد ما ننظمها الا ما يضل عندي بتشدني اكثر التصوير. تقريبا كل اسبوع عندي مغامره، بكره ان شاء الله طالع على البتراء من 6 الصباح ل 6 المساء تصوير.
كل جمعه. ايش حتصور بكره مثلا؟ في بالي صوره للبتراء، بدي اطلع خطط لها، وبس اختار منطقه برجع عليها بعدين لحالي كمان دور نصورها مره ثانيه. اذا اول طلعه نطلع نكتشف منطقه، نشوف شو اكل نصورها، طلعه الثانيه بنصور فيها. في بعض الصور جبتهم اللي فزت فيهم على المراكز، اذا حيعرضوهم هسه. يا ريت نشوف الصور اللي حاز فيها على المراكز. هاي الصوره، احكي لنا عن هاي الصوره. أوكي. مثلا هاي الصوره اخذت فيها المركز الاول قبل يومين في المهرجان الخدع البصريه. الخدع البصريه الصوره اشتغلنا عليها فريق كامل، الصوره قعدنا شهر كامل نخطط لها. يعني صراحه انا لو بدي اقعد اتخيل كيف بس قدرت تلقط رجل الصبيه من المراه زي كانك انت عن جد ماسكها. هي عباره عن ثلاث صور. صعب. هي عباره عن ثلاث صور، ثلاث صور مجمعين من بعض. خدع بصريه طلب منا عن طريق فوتوشوب ندمج صور. اشتغلت عليها انا، اشتغل معي من ناحيه تجهيز الكادر خالد جريري، من ناحيه تجهيز اضاءه انا وكمان مصورين، من ناحيه الموديل جبنا طالبه من طالبات نوريا، واشتغلت معي من ناحيه تصميم وتجهيز الصوره المصمم ديانا السمان. اشتغلنا على الصور كامل تقريبا اسبوع كامل بعد ما اخترنا الصوره الترتيب كل شيء، بعدين اعطيت الصور للمصممه قلت لها ابلش فيهم، فطلعت معي بالنتيجه النهائيه طلعت فيها والحمد لله اخذت المركز الاول. يعني الحمد لله وما شاء الله عليك، يعني صراحه جدا جدا رائعه الصوره، ويعني صعب صعب صراحه الواحد يقدر. بس بقول كيف طلعت من المرايه؟ هي بالضبط يعني كيف طلعت البيت من المرايه؟ خلينا نشوفها مره ثانيه. فعلا يعني عن جد فعلا انا صراحة اول ما اشوفها راح افكرها 3D، يعني ابدا ما راح يخطر لي انه هاي صورة مصورة ثلاث مرات او ثلاث صور مع بعض مدموجين. طيب احكي لنا مجدي عن جوائزك الثانية اللي حصلت عليها والمسابقات اللي شاركت فيها. المهرجان نفسه بعد اخذت المركز الاول اخذت كمان المركز الثاني في صورة لشاب البتراء، اذا بيعرضوها نشوف الصورة. هاي الصورة هاي فقط تصوير، كل واحد بيطلع الصورة بيقول لك هذا كيف طاير، وكثير ناس بيقول هاي فوتوشوب، هاي فقط تصوير مش تعديل. كيف قدرت تصور هاي الصوره؟ يعني حتى تخير قلت له قدامي يا جماعه في اشباح هون بالاستديو. قلت له بس نط والكاميرا بلشت فيها كل شيء بالتصوير، فهي الصوره عباره عن تصوير. يعني هو اصلا مش مبين انه عم بينط. هذا هو مبين طاير اتراكتيف بالموضوع. هو مبين طاير، اختار وقت تكون الشمس فوقينا تبين ظله تحتيه. اها طيب كثير جميل. وبهي الصوره على شو حزت اي جائزه؟ اخذت المركز الثاني برضه في نفس المحور خدعه بصريه. برضه بالخدعه البصريه في كمان صور اذا بيعرضوها فزنا فيها. هاي الصوره اخذت فيها المركز الرابع في نفس المهرجان في محور بانوراما. بانوراما انك تاخذ اكثر من صوره وبعدين تدمجهم يطلع معك صوره واحده، فالصوره اخذتها في مكه المكرمه قبل تقريبا اربع اشهر لما طلعت عليها من برج الساعه. في كمان صور. وهي كثير استخدمت فيها معدات لطلعت معك البانوراما؟ لا بس كاميرا. بس كمان حتى الستاند ما كانش مع الستاند فثبتها على حرفه الحديده. واختلاف موجود. العدسات العدسه دي كانت عدسه 1855. يعني مثلا تحكي لنا هاي العدسه ليش يا حرام مش هيك مقلوب؟ اوكي ماله هيك وجهها؟ لا مش مقلوب، هي عباره عن هود بنستخدمه مشان اشعه الشمس. بطل يركب بيركب زي هيك. العدسه هاي 11-16 من عدسه واسعه جدا، فتحتها 2.8 من اوسع الفتحات تستخدمها، بدخل كميه اضاءه عاليه، فيها دعم الوان كويس. بس شو حابب تعرف اكثر؟ يعني والله بدي اتصور يا مخرجنا، لازم نتصور بعد الحلقه بصوره من هاي. هاي بتزبطش. هاي ما بتزبط. هاي بس الطبيعه. شايف مصورنا ثقل علينا ما بيصور. بس الطبيعه هاي. طيب تحكي لنا مجدي مين دعمك بمسيرتك؟ الدعم لغايه الان الدعم الوحيد الوالد والوالده. يعني العدسه هاي اخر عدسه اشتريتها كلفتني تقريبا 750 دينار، دعمني فيها الوالد فلولا بجيبهاش. يعني الله يخلي لك اياها اكيد. الحمد طيب تحكي لنا عن دعم الجامعه لك، بما انك انت يعني من ما شاء الله من الطلبه المتفوقين واللي اكيد بتشرف اسم جامعتك. ما دام بمسيره الجامعه، قبل فتره طلبت من رئيس الجامعه الدكتور خليف طراونه اني اعمل معرض شخصي لي، والحمد لله وافق على المعرض ودعمني الدعم كامل من ناحيه طباعه الصور وتامين الطباعه وتامين القاعه. هاي من ناحيه المعرض، حاليا عم باجل فيه لاني عم بالف كتاب عن التصوير الفوتوغرافي. احكي لنا عن هذا الكتاب. الكتاب راح احكي فيه عن التصوير الطبيعي كامل، كل شيء مشروح فيه عن تجربه خاصه فقط، مش راح يكون فيه شيء عن انترنت نهائيا. تقريبا الاسبوع هذا بخلص كتاب الكتاب، بضل مشكله الطباعه، فعم بدور على داعمين ليساعدني في طباعه الكتاب. يعني انا بوجه نداء لكل الداعمين اكيد انه يوقفوا بصف مجدي، لانه فعلا موهبه بتستحق انه الواحد يدعمها. ويعني لو علي انا بدي اطبع لك اربع صور مش لإلي يا سيدي. ان شاء الله. هي هذا صورة الكتاب اللي انت طبعته هاي صورة او اللي هاي انت عم تعمله؟ غلاف له. عم اجهز له ان شاء الله. طب تحكي لنا ايش رح يحتوي الكتاب؟ رح يحتوي عن تصوير الطبيعه،
من الاشياء اللي شرحتها كيف يعني تصور. من خبرتك كيف انت صورت كله الطبيعه؟ كله عن خبره فقط، كله عن خبره. شرحت عم تجرب التربه الثانيه كيف تصورها، تصوير القمر كيف تصور، كيف تحصل صور، تصوير حق النجوم، في صوره اذا بعرضوها للنجوم البين فيها دوائر نشوف حركه النجوم من النجم مجد. هاي صوره من جرب التربه الثانيه، خلناها بالصحراء زي ما انتم شايفين. يعني صراحة أنا ما بصدق كل هذا، يعني ما شاء الله، يعني بس الصورة فظيعة يعني ما شاء الله. هاي الصورة صورتها نفسي في البتراء، صورت حالي هون، ثبت الكاميرا وأخذت صورة لي. أها، وقديش الألوان واضحة. هاي أيضا يعني البتراء الألوان جدا واضحة مجدي، عم تطلع معك، عم تستخدم بعض ال إحنا بس نخلص الصورة تدخل على المعالجة، بعالج الصورة كاملة على الفوتوشوب، من ناحية دعم ألوان إذا في كروب نعمل كروب، الصورة أخذتها فيها عشر لون أيضا. هلا بس قديش نسبة التعديل بيكون على الصورة الأصلية؟ بس احنا بنحاول قد ما نعدل نخليها أقرب للطبيعة، أقرب للحقيقة. فبنحاول ندعم ألوان الأشياء اللي كمان تدعمهاش. أحيانا تكون الصورة عندك مثلا أكثر من تدرج لوني، بتاخذ أكثر من صورة تضطر تدمجها مشان تطلع صورة واحدة. طيب تصوير الشخوص، هلا أنت بالنسبة للطبيعة يعني شفنا ما شاء الله عليك، بس بالنسبة لتصوير الناس والأشخاص، عمرك جربت تصور أشخاص؟ صورت أشخاص. في صورة صورتها لنفسي حصلت فيها عمك زوال، مش جايبها معي للأسف، لو بعرف كان جبتها. صورت حالي مع الثلج، واخذت ايضا ماكس اول عم يسوي وطن عربي في مسابقه عنوان فيروز، تصور صوره وتحط معها عباره من عباره فيروز. قد ايش حطيت مع الصوره؟ ثلج عم بشتت الدنيا، ثلج عم اعتمد كانت هي. فحصلت فيها تصوير اشخاص مش كثير تخصص فيه، لان بدي معدات اضاءه ومش كثير عندي رغبه بالشغله هاي. طيب احكي لنا شو بتنصح الشباب اللي مثلك يمكن عندهم شغف تصوير ويمكن ما عندهم هالكاميرات، يعني لنفرض انا ما عندي هالكاميرا الكثير عظيمه والكثير كبيره، كاميرا موبايل شوف بس هالصوره، صوره الثلج على قول الثلج، ثلج عم بتشد الدنيا ثلج. هاي الصوره حصلت فيها على المركز الاول في بس كاني عم لاحظ انه في سايد فيه ثلج والسايد الثاني حصلت فيها على مركز اول في جائزه عبد الرزاق بدران الصوره الفوتوغرافيه في عام 2013. الصوره كان موضوع مسابقه فصول، تصور صوره فئه فصل، فالصوره هاي دمجت فيها فصلين، فصل الصيف فصل الشتاء. الصوره صورتها في منطقه راس النقب، الجبال ورا هي جبال وادي رم. ملاحظه هي عباره عن تصوير فقط. وهلا الصوره الثلج الموجوده هي التقطتها هون بالثلج، بالثلج براس النقب، نفس المنطقه. قديش حلو صراحة انه يعني هيك دمجت الصورتين مع بعض. طيب تحكي لنا عن هي الصورة اللي دوائر. هاي حق نجوم، هسا الكرة الأرضية تحرك حول محورها. في القطب الشمالي موقع بيجي بالنص، زي ما لا لا استنى هاي هاي بدها مترجم. لا يعني احكي لي هي الدوائر كيف طلعت معك؟ بدي احكي لك كيف. هسا الكرة الأرضية تحرك حول محورها، لأنها تحرك حول محورها في عندنا بالنص القطب الشمالي. الكرة الأرضية تتحرك، فإذا قلنا للكاميرا بطئ التصوير وجمعي ضوء كثير راح تظهر النجوم على شكل دائرة. زي هاي الصورة تقريبا مدتها أخذت معي من نص ساعة لساعة، راح نصور فيها صورة واحدة. يعني الصورة الواحدة عدتها من لا يعني مش عدتها، الصورة الواحدة قعدت الكاميرا تجمع ضوء تقريبا لمدة ساعة على ما أعتقد كانت. ساعة. قديش حلو. يعني صراحة هذا كله أنت تعلمته لحالك؟ كله بتعلم حالي، أول مرة بطلع، أوكي بخطئ وبتطلع الصورة مش ضابطة، بس ثانية طلع بعرف الأخطاء اللي وقعت فيها فبعدلها بعالجها. طيب تحكي لنا آخر شيء بالنسبة لموضوع التصوير، لو أنا ما عندي هالكاميرا اللي كثير بروفيشنال، كيف فيني أحصل على صورة تكون كثير جيدة وبريزوليوشن كثير عالي ويعني تكون مناسبة، بديش أقول لك آخذ فيها جوائز أكيد، بس يعني صورة تكون بمعايير كثير كويسة؟ أول شيء الكاميرا هي بتجي بتغطي 40% من المصور، 60% شغل عليه، بده يشتغل عليها من ناحية يقرأ الضوء، متى يختار الوقت المناسب، يعني الوقت المناسب بدوش كاميرا. أكيد. يعني لو قلت لك وقت العصر أو وقت الغروب، أكيد أختار وقت الغروب عشان الإضاءة أجمل. من ناحية تكوين الصورة، تكوين أيضا مش على الكاميرا، برجع على المصور. فانت ومعالج الصوره ايضا عم تصور، فانت غطيت عن تقريبا 60% من الصوره عليكي، بضل كاميرا من ناحيه اعدادات وعدسات. طيب تحكي لنا بس الكتاب اللي هلا عرضناه واللي انت ان شاء الله رح تطبعه. ان شاء الله. هو هلا موجود PDF على الانترنت؟ هذا كتاب ثاني، كتاب ثاني حطيته نشرته للناس كله، عباره عن اساسيات تصوير كامله مناسب بس للمبتدئين. إذا حابب يتعلم تصوير أو يعرف شو هو التصوير نبذة عنه، في كتاب مجاني على الإنترنت موجود على صفحتي على الفيسبوك. تحكي لنا بس عنوان صفحتك على الفيسبوك؟ مجدي الكودا فوتوغرافي. وعندي مدونة كل يوم جمعة بنزل فيها درس الفائدة للتصوير، بسأل كل يوم جمعة صباحا على الفيسبوك. برضه تحكي لنا اللينك للمدونة لحتى يستفيد منه أكبر عدد من الشباب. فوتوغرافي مجدي فوتوغرافي دوت
استني مجدي فوتوغرافي دوت بلوج سبوت دوت كوم. مدونه مجانيه، كل جمعه بسال صلاح شو بتحب ينزل على درس، وبس اشوف شو بيختاروا الجمهور، مثلا بنزل على درس كامل شرح كامل. وبنتمنى لك اكيد مجدي كل التوفيق، وبنتمنى للشباب اللي مثلك عن جد المزيد من التقدم، وانه دائما يحيزوا على هاي الجوائز الكثير حلوه، وضل تصور لنا هالصور الكثير حلوين. يعني صراحه صورك ما شاء الله بتجنن، يعني انا بتخيلك بعد 20 سنه ما بعرف شو ممكن تصور في العالم، يمكن تطلع